هنبتدي في المحاضرة أو هنكمل المحاضرة رقم 10. عملنا المحاضرة اللي فاتت الريلينج، أنا غيرت هنا تايب الريل، عملته التايب ده، هو ده كان نفس التايب اللي موجود الناحية التانية، هو التايب ده نقلته هنا عشان يبقى ماتشنج، خليه على الشيدد، نريد ان احنا بيبقى خف شوية. طيب هنعمل بقى اللاندسكيبنج حوالين نعمل رصيف، اتفقنا ان الليفل ده كان على ما اعتقد ناقص 450، والليفل بتاع الارضي كان 0 0. الليفل بنجيبه منين؟ من السبوت اليفيشن في الانوتيشن، سبوت اليفيشن او 450، والليفل بتاع دي على ما اعتقد ان هو 0. زيرو صح، اهو زيرو، ليفل زيرو اللي هو ليفل الأرضية، وليفل الرصيف هنا 300، وده ناقص 500، وده ناقص 450، نعملنا فيه فرق بسيط كده علشان ايه، زي درجة صغيرة كده، ميبقاش هنا زي هنا، كان ممكن نعملها نفس الليفل يعني مش مشكلة. هنعمل لاندسكيب داير ما يدور العمارة، ونعمل هنا سلم صغير. اللاندسكيب بنعمله منين؟ من الجراوند ليفل اهي، ده البيلدينج بتاعنا، هنعمل داير ما يدور اللاندسكيب، وهنعمل ليفله سي ان هو يعني 3 درجات، هنعمل درجة واحدة بس، يعني نعمل الليفل بتاعه ناقص 450، هتطلع منه 15، يبقى ناقص 300. طيب نعمله من السلاب عادية جدا جدا، تبقى ماتشنج مع السلابة دي اللي هي دي، مش هنعرف نجيبها منين، نخش في 3D اللي هي دي، دي اعتقد ان هي ناقص 150، احنا نعملها برضو ناقص 150 عشان تكون في نفس الليفل، وبعدين ممكن نطلع وننزل بيها زي ما احنا عايزين، نقول له create similar، ونقوم داخلين على الجراوند فلور نرسمها منه. pick element دي كده كده، شرط نعملها كلها، احنا ممكن نعمل بس الطروف وبعدين نبقى كده يعني. على فكرة ممكن ما نعملش كده، كنسل ممكن نعمل فكرة أظرف من كده. ديليت ونعمل بيك لواحد، ونعمل تاب بيك إليمنت، نعمل تاب مش ظابطة، ونشتغل بالطريقة اللي احنا عارفينها، احنا كنا شغالين بيها.
بيك إليمنت وبنعيد اللي احنا عملناه مرة تانية. نونيد للخط ده، تعال نعمل بقى تريم ده مع ده وده مع ده. اوكي، هيبان اذا كان في ايرور هيبان. كشف لنا النقطة دي انها مش واصلة، هنقول له continue. دي مع دي، نقول له اوكي. طيب شوف اذا كان عملها ولا لا. عملها بس ممكن يكون في ليفل تاني. هو عملها من جوه. هو عملها من جوه، احنا ما عملناش ال جراوند ليفل. هنعمل اندو عشان نجيبها. احنا نسينا نعمل، احنا عايزين نعمل من بره، يعني مش نعمل السلابة دي، السلابة دي اوريدي من جوه. احنا عايزين نعمل من بره داير ما يدور كده. فنعمل ايه؟ نيجي نقول له بيك element اللي هي دي، نيجي نقول له اعمل offset. احنا نعملها عرضها كام؟ متر ونص، اللي هي 1500. نيجي نقوم عاملين كده. او ممكن نعمل حركة اظرف من كده، نمحي دي ونعمل تاب ونعمل ثلاثة اندو. كنا احنا مش موصلين دي. نيجي نقول له بيك element ونعمل هنا offset 1500، وبعدين نيجي نقوم عاملين تاب. ندوس على التاب 5 6 مرات اهو، علم المبنى كله. نقوم عاملين كليك اهو، وعمل الرصيف داير ما يدور لكل المبنى فيما عدا الحتة دي. مش مشكلة، الحتة دي ممكن نعملها كده ونقول له ديليت، ونقوم واصلين دي بدي من طريق دي ودي كده. هيفهم الريفت ان احنا عايزين الحتة اللي في النص ده فراغ، ونعمل رصيف داير ما يدور. نقول له اوكي اهو، عملها بس مش ظاهرة هنا، هتظهر في الليفل بتاعها اهو، بس يمكن بتاعها تحت سنة اهي. ناقص جراوند، هنقول له ناقص 150، ناقص 150. تقول له ابلاي، تقوم طالع فوق اهي، ننزل كده شوية اللي هي طلعت في المستوى اللي احنا عايزينه، وتطلع وبنفس اللي هنا وبنفس الليفل بتاعها، شكلها بقى حلو كده. المبنى ابتدى يظهر اهو لما بنعمل له الرصيف، واخد شكل المبنى دي شكل كويس. دي نعمل لها كربستونة زي دي، نقول له كرييت سيميلر، ونيجي من هنا ونقول له بيك element، ونقوم مختارين دي كده، دوس تاب أكتر من مرة، أو اختاره كله، نقول له كليك، أو عمل الرصيف بتاعها بقى، الرصيف بتاع المبنى رصيف محترم أهو. والليفل لو احنا
عملنا ده ديليت مؤقتا يعني عشان اوريكم الفرق، واحنا عاملين هنرجعه تاني، بس انا حبيت اوريكم بس الايه اهو. شايفين التشطيب بقى ايه شكلها كويس اهو. نشوف الليفلات بتاعتنا، ادي السبوت اليفيشن ده الليفل بتاعه زيرو، ده الليفل بتاعه ناقص 150، ده الليفل بتاعه ناقص 450. يعني في درجة، الدرجة دي اللي هي درجة الدخول للمبنى من هنا. السلم ممكن نعمله درجة هنا، نعمله ستيب، نمد دي شوية أو نسيبها كده مفيش مشكلة، هي كده باينة إنها كأنها درجة. المنظر العام بقى كويس، نرجع الدرابزين ده زي ما كان. المنظر العام بكده بقى حلو اهو. الاشخاص دي بتدي شكل حيوية يعني للمبنى. يعني ده لو عملنا كده قلنا له كرييت سيميلر، بس نعمله في ال ده السكند فلور، نعمله بقى في الفيرست فلور. نحطه هنا في الحتة دي كده الشرط بقى، احنا ننوع بقى نجيب حد غير اخونا اليكس. لا دي شنطة سفر، دي ما تنفعش في دي واحدة قاعدة برضو ما تنفعش، لازم حد واقف. فرنس ودي كويسة، دي في الفيرست فلور، بيقولي إن دي في الفيرست فلور. الست دي واقفة في الفيرست فلور، خليها تبص لبره كده روتيت. الأشخاص دي بتدي حيوية للمبنى يعني، بتدي نوقفه هنا كده صوت المدخل. تمام، ده الليفل بتاعه جراوند ليفل 00. لا احنا عايزينه ناقص 150 عشان يبقى واقف على الرصيف، مش ناطط فوق الرصيف. هو كده واقف فوق الرصيف فعلا، انما الاول هو كان ناطط فوق الرصيف ب 15 سنتي، كان واقف على ده الليفل ده. الموديل تقيل شوية عشان احنا عاملينه بلاستيك، هنعمله شادد. تمام، هنعمل غطا للسلم تقريبا كده الشكل بقى كويس. هنعمل شوية ديكوريشن هنا في الواجهات، وهنغير في الشبابيك، هندي المبنى انطباع أظرف من كده شوية كمان. والمبنى كده ابتدى يبقى شكله حلو لما حطينا له الكورنيشة دي، لما حطينا له الباب ده، عملنا الكيرتن وول، عملنا الدرابزين اللي شكله ظريف ده، عملنا الرصيف حوالين المبنى، ادى انطباع حلو للمبنى. لما كمان نعمل الغطا بتاع السلم ونبتدي نغير في شكل الشبابيك، ونبتدي نغير، هنعمل كمان للوول هنعمل له شوية حركات كده في الواجهة، بدل ما تبقى مصمتة كده هنغير شوية في الألوان. الحاجات دي بتدي شكل انطباع معماري ظريف. كل حاجة هناخدها بالتدريج يعني. الأول دلوقتي هنشتغل في الغطا بتاع السلم، عشان السلم ما ينفعش كده مية المطر هتنزل على ال، فنبتدي نغير الإيه السلم نشتغل عليه. نشتغل عليه إن إحنا نيجي في الاستراكشر، إن إحنا نعمله استراكشر وبعدين نجلده. هنيجي في الاستراكشر في الدور الأخير اللي هو الثيرد فلور ليفل، أدي السلم أهو.
هنبين من الأندر للسكند فلور. عشان نطلع الثيرد فلور. طب نفتح السكند فلور ستراكشر. احنا محتاجين ان احنا نطلع الاربع اعمدة بتوع السلم عشان نعمل غطاء للسلم. الاربع اعمدة، احنا ما عندناش اربع اعمدة، احنا عندنا العمود ده والعمود ده والعمود ده. ممكن نطلع ده ونطلع ده ونطلع ده، هتبقى في عندنا مشكلة ستراكشر في ده. نعمل له بلانتد كولوم هنا وتبقى الكاميرا دي متصممة. ده عمود واحد شايل دور واحد، فمش مشكلة، ممكن يبقى فيه بلانتد كولوم هنا. فنطلعه زي ما هو، وبعدين نعمل له شيفتد بحيث انه يبقى موازي للعمود ده. العمدان دي من السكند فلور للثيرد فلور، فدي في السكند، فهنقول له كوبي بيست في الثيرد فلور. ونخش على الثيرد فلور، المفروض يدينا الأربع عمدان اللي هم الأربع عمدان دول، صح مظبوط كده. العمود ده هنعمل له alignment مع العمود ده، فهنيجي نقول له نعمل كليك على أحد العمودين ونقول له alignment وساوي لي الوش ده بالوش ده، يقوم جايبه عليه بالظبط. يبقى ده العمود ده هيبقى planted column، انت بتعمل له cloud وتكتب عليه planted. لما نيجي نعمل الشوت درونج هبقى اقول لكم احنا بنعمل القصه دي ازاي. عملنا كده، وده الثيرد فلور. بنبتدي نرسم الكمر بتاعه، الكمر structure beam. اخر حاجه الكربستون، طبعا مش هنرسم الكربستون، احنا عندنا كمر 30 في 60 بي 2 250 في 450 كويسة، عايزين كاميرا صغيرة يعني، ولا من هنا لهنا. ما بتظهرش عشان احنا يمكن في السرد، واحنا دلوقتي عايزين نرسم في ال، وفي حاجة مطفية خلينا نشوفها في الايزومتريك. احنا محتاجين ان احنا نعمل ليفل تاني كمان عشان نعمل عليه اللقافة. هنقول له كوبي الارتفاع 4 متر، هنعمل لا بنوني الاربعة متر، بيبقى 3000 كافي جدا، 3 متر كافي جدا، مور ذان انف. ده الليفل، مش هنسميه ليفل 7، هنسميه 05 فورس، او بنسميه بقى روف، الابر روف. فلور هنا 1R. بيقول لك نعدله في كل الادوار، ان كل التسميات بتقول له عشان يظهر معانا كليفل لازم نطلع بيه دول كده. طيب كده هو ما قراهوش الاستراكشر والاركتك، ده
طالما لونه اسود في الريفيت يبقى مش معترف بيه، عنده منظر بس عشان انت تعرف تشتغل عليه، لكن احنا لازم نخليه يعترف بيه. يعترف بيه منين؟ من الفيو، فيو بلان. كفلور بلان احنا عايزين نعمله الابر روف اللي هو 5، اوكي. و كستراكشر بلان اللي هو الابر، طيب تعال نشوفه. لو ننزله هنا ممكن نعمل الكاميرات بقى عليه من هنا، نقول له الاستراكشر بيم من هنا لهنا. عايزين نرسم، احنا دلوقتي واقفين في الابر روف، هنقول له بيم الريفرنس ليفل، اللي هو ده الريفرنس ليفل ابر روف، بليسمنت اه المفروض انها تظهر معانا. ايوه صح كده، لا بس زهرة خفيفة، هنشوف حكاية الخفيف دي انظمها. لندن دي من ال من السيرد اه من السيرد لغاية الأبر روف، والتوب أوفست بتاعها 0. صح كده، يبقى دول نفس ال same concept من السيرد للأبر روف، وهنا 0، ودول في فرق هنا، عايزين نشوف الفرق ده جاي منين. الكاميرا دي الزد فاليو ناقص 150، عشان آخر حاجة كنت عملتها كانت 150، اللي هي اللي كانت تحت دي، كان في كاميرا هنا كنت عامل الزد فاليو بتاعته ناقص 150 الكلبستون، فآخر حاجة هو بيسجلها بيسجل آخر حاجة أنا عملتها، فعامل الزد فاليو 150. لأ احنا نعمل الزد فاليو بتاعته 0. apply صح كده مظبوط كده. لما نخش على ال upper roof structure، structure كده ظهرت واضحة صح كده. نعمل له alignment للكمر، نجيبه على طروف العمود هنا، alignment هنا alignment، عشان لما ابني عليه البنية بتاعتي المباني تبقى شكلها يعني ايه منطقي شوي. نيجي بقى في الاركتك، عشان هنبني المباني. ادي الابر روف اهو، وادي العمدان بتاعتنا اهي،
ادي العمدان بتاعتنا. خلينا نبني المباني اللي هنا، الأندر اللي هنا أنا ممكن نطفيه عشان ما يضايقناش. وادي البرا بتاعه، وادي العمدان اهي. ممكن ناخد من الحيطان الخارجية اللي هي الاكستيريور اركتيك ونقول له وول اركتيك وول. مش هنشتغل وول سنتر، هنشتغل كور فيس اكستيريور، ونختار هنا الحيطة اللي احنا كنا اخترناها هي اكستيريور وول 300 mm. نيجي ناخد الحيطة كده مظبوط، طلع معانا مظبوط من هنا لهنا. هي بتجلد صح لأن احنا اخترنا external wall exterior. كده دي عايزين نشوف لها حل، نرفع مستوى الديتيل عشان يبان ال core face exterior. اوكي تاب عشان تقلبه من جوه لغاية وش العمود من هنا. هو عامل ارتفاعه عمل ارتفاعه من الثيرد فلور، هنعمله من الثيرد فلور وحتى الأبر روف. بنفس الواجهة ومتشطب على الكور فيس والعمدان مدفونة صح تمام. دي احنا ممكن نسدها عادي بنفس ال دي، ممكن ندخل العمدان لجوه شوية، ممكن نجرب نسدها عادي كده نشوف هتعمل ايه. create similar overlap when اللي عملت لنا الايرور ده، يعني دخلوا الاتنين مع بعض اللي هي دي مع دي، يعني طلعت نفس الحيطة، فما ينفعش ان هي نفس الوول وطلع عليها بالظبط، تبقى شكلها مش دي. لازم نحلها، يعني الوول جاي هنا كده جاي متقاطع مع مع اللي تحت، فيبقى فيها ايرور الجزء اللي هنا اللي تحت ده اللي هو البرابت متقاطع معاه، بس احنا محتاجين البرابت هنا كمنظر معماري ان هو يمشي. نحلها ازاي؟ ان احنا الجزء ده نقول له اعملها لغاية نعمل كت في الوول دي. يعني هنا ال related جاي warning ان الوز يعني هايلايت وول اوفرلاب ما بين دي ما بين دي، شايفين الحته دي في اوفرلاب لان طلع على نفس البرابت بالملي، فعامله لنا مشكله في الحته دي. فنحلها ازاي؟ ان احنا نعمل كت للوول في الحته دي كده، يقوم الايرور ده يروح، لكن الايرور لازال موجود. كل ما تعمل كده وكل ما تقول له اديني الايرور هيقوم موضحه لك ان الاتنين دول الحته دي معموله مرتين، معموله هنا ومعموله مره هنا اوفرلاب. maybe ignored لان هو مش قصه، يعني المبنى مش هيقع لو انت عملت، هو في سلك الكميات مش هيبقى مظبوط. فاحنا نعمل ايه؟ نقوم عاملين الورد دي ونعمل لها كات
في الحتة دي كده. نحلها ازاي؟ ان احنا نعمل سيكشن عند المنطقة دي من جوه، نفتح الليفل. النقطة دي مهمة قوي علشان تظبط لنا هنا الحتة دي اللي فيها اوفرلاب. نيجي نقوم عاملين سيكشن من هنا، نخلي السيكشن يبص لبره، نقوم فاتحين السيكشن ده. احنا مش عايزين الجزء ده من تحت، احنا عايزين الحتة اللي من فوق دي بس، من هنا لهنا. نرفع مستوى الديتيل بتاعه الفاين، سيف بروجكت. طيب الحيطة دي فيها الايرور، الايرور اللي هو دي مع دي. طيب كلوز، يبقى الحيطة دي نعملها كليك، ونيجي هنا نقول له edit profile. بروفايل الحيطة اهو، تعال نعمل بروفايل الحيطة بحيث ان هو يبقى ماتشنج مع دي. فنيجي من هنا من الدرو، نقول له بيك element، نختار دي، ونختار وش البرابت بتاع الحيطة التانية اللي هي دي. نقول له finish exterior المرة دي علشان نجيب طرفها من بره. حتى لما هنا finish exterior، وبعدين نعمل شوية بقى تريمات من هنا لهنا ومن هنا لهنا كده. بقت شكل الحيطة الجديد، هنقول له اوكي. هنقول لك ان دي مش مربوطة ببعضها، هنقول له حاضر نربطها ببعضها كده. اوكي، تعالى نعمل كليك على الحيطة دي، نلاحظ ان الايرور اختفى، لان انت خلاص خلصت الموضوع. نقفل السكشن اللي احنا عملناه ده، نقفل دي كمان، تعمل كليك هنا خلاص، ما عادتش فيها ايرور لا في دي ولا في دي. لكن الاول كان فيها ايرور، كل ما تعمل عليها كليك يديك المثلث الاصفر من هنا، لان انا حليت الموضوع. فدي شكلها مش حلو قوي، بس هنتصرف لها في تصريف. هندخل العمودين دول اللي جوه، نعمل شيفتنج للعمودين، يمشي الحال عشان البرابت. الحته دي بقت زي بلكونه صغيره كده، في ناس بتمد البتاع دي لفوق لغايه هنا علشان تداري ممكن دي نغطيها بأي شكل معماري، نغطيها بأي سقف. دي من الأبر روف، نيجي هنا على الحتة دي اللي هي بتاعت ونقوم عاملين بلاطة structure. موصولة بعدها، نقول له continue، ونيجي من هنا نقول له أوصل دي مع دي، أوصل دي مع دي، نقول له أوكي. إيه عملها تشطيبة زي انترلوك زي اللي هنا، مش حلو بس ماشي. بس ايه نرفعها مثلا 100 سنتي عشان تبقى بس على آخر ونعمل لها extend تبقى موازية لدول، عشان تبقى أو نعمل مثلا إيه الوول اللي هنا، الأربعة وول دول. بدل ما يبقوا هنا نقول لهم التوب اوف ست، طلعهم فوق شوية عشان يبقوا زي بره بتكام. المفروض يتعاملوا خرسانة يعني، حوالي 400 ملي، 40 سنتي يعني سوري، عشان يدوك شكل كده بقت معقولة. دي طلعت كلها، لا احنا مش عايزين تطلع كلها.
طلعت كلها. فدي هنا نقول له زيرو زي ما كانت apply. تطلع كلها. لأن احنا عملنا فيها base offset. طب احنا عايزين نسيب ال base offset زي ما هو، الفتحة دي اللي طلعت. طيب هما عاملين كده، نقول له edit profile، ودي كده نقول له move، ومن دي نقول له انزل لتحت 400 متر، نقول له اوكي. المفروض ان هي تطلع بالظبط على مكانها، صح؟ قفلت. اوكي كده عملنا البيت بتاع الدرج، ناقص ان احنا نعمل له باب هنا، دور عادي اللي هو اللي بيطلع على السطح من ال، بس يدوم يكون دور سنجل، يعني ما يكونش دور، اي دور سنجل كده نحطه له هنا سنجل. نعمل كليك هنا عشان نشوف السلم طالع منين. ده كده كده قدامه في وصلة طويلة، فمفيش مشكلة، عشان لازم ميكونش ايه، ميكونش في فتحة السلم. يعني لو دي كانت هنا على طرف السلم بالظبط، في زي مساحة كده. على فكرة الحتة دي لازم يتعمل لها هاند ريل عشان محدش يقع. هنا ممكن يتحط تانك المية، ممكن في الحتة دي يتحط تانك المية من جوه عشان ميبقاش باين من هنا. يعني لو عملنا الاتنين دول ممكن نعمل رايت كليك كده ونقول له الفيزيبيليتي بتاعتها. ده تريكس برضو من التريكس الظريفة، اوفر فيو باي element. ونيجي هنا نقول له السيرفس ترانسبيرنسي، نيجي نقول له اعملها كده مثلا مش قوي. اوكي لازم نوع اعملها لك شفافة، الحيطة موجودة اهي، الحيطة اللي زالت موجودة بس شفافة عشان نشوف ايه اللي من جوه. احنا محتاجين نعمل هاندريل هنا في الحتة دي، وهنا ممكن نحط خزان مية، نحط اي حاجة في الحتة دي، المنطقة دي برضو خزان مية بدل ما نحطه عليها من فوق. فدي محتاجة هاندريل في المنطقة دي عشان محدش يقع من السلم في فدي تشوفها فين؟ فتشوفها في الثيرد فلور. ادي اهو بتقول له كرييت سيميلر، تتعمل من هنا لهنا ومن هنا لهنا. تقول له اوكي، نشوف الايزومتريك عمل ايه. اوكي بيزت باس دي محتاجة انها تطول شوية، صغيرة كده. تمام نرجع الحيطة دي، رايت كليك، اوفر رايت باي element، نرجع دي لزيرو عشان تبان الحيطة بشكلها الطبيعي. كده المنظر العام من بره يعني وشكله. هنخش بقى بعد كده في محاضرات تانية، هنعمل بقى الواجهات، ازاي نعمل ديكوريشن حوالين الويندو، ازاي نعمل ديكوريشن هنا، ازاي نعمل اشكال كده معمارية من الحاجات اللي بتجمل الواجهات، نلعب في الالوان، نحط الوان واضحة كده مش اللون الجري ده، لا ندخل الوان تانية.
عشان تدي منظر طبيعي. عايز اشوف بقى المنظر هتبقى عامل ازاي، المنظر العام للفيلا، ونحط شوية عربيات وباركات وكده، ونحط حمام سباحة كمان. نشوف فيوينج، الحاجة اللي بتديك حاجة قريبة من الريندرينج اللي هي تري. هي بتاخد وقت شوية وبتبقى يعني قريبة من الريندر، تديك انطباع شكل الفيلا بقى هيبقى عامل ازاي، او شكل العمارة الصغيرة دي. ايه شايفين؟ هما بيديكوا شوية شوية مجمع. لسه بتجمع كده، اديتك شكل يعني شكل الطبيعي هيبقى للفيلا كام، شكلها ايه وكده. طيب نقفل ونكمل بقى المحاضرة الجاية.